السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله طلبا وليس أمرا. كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية ريم فكري ومقتل الزوج ديالها. إخواني أخواتي، كاميرا المراقبة تورط ريم فكري والقضية اللي فيها مقتل الزوج ديالها والعائلة المرحوم. كتاهم ريم فكري أن عندها يد مع العصابة واستغلت العلاقة المتوترة بين المرحوم والمافيا بسبب التمرد الزوج ريم. إخواني أخواتي، القضية فيها تصفيه حسابات بين العصابة والمرحوم. فحسب بعض المعلومات اللي توصلنا بها أن العائلة تورط كذلك ريم بسرقة أكثر من 150 مليون سنتيم زائد تورطها في الخيانة الزوجية. والدافع بطبيعة الحال إخواني أخواتي تصفيه حسابات، فالمرحوم اللي كان مدان بمبالغ مالية لدى العصابة، يعني المرحوم يعني الزوج السابق ديال ريم كان كيتسلف او كان مسلف لهذه العصابه اكثر 150 مليون سنتيم. اخواني اخواتي، فالمرحوم الزوج ديال ريم فكري اللي كان مدان بمبالغ ماليه لدى العصابه لتجارة المخدرات، بمعنى انه كان مسلف هذه العصابه مبالغ ماليه. وبسبب هذاك التوتر على اساس انهم ما بغاوش يردوا لي فلوسه، السيد يعني تعصب، يعني فقد الاعصاب ديالو وحاول انه يقوم بالشجار بيناتهم. وهنا فين هاد الناس اتخذوا القرار على اساس انهم يخطوا للتصفيه هاد السيد. والزوجه بطبيعه الحال اخواني اخواتي اكتشفت الحقيقه ديال هاد الزوج ديالها وعلاقته بالتجاره ديال المخدرات. في الاول ما كانش عارفه وكانت غير كتشك على اساس انه الناس كان ديما داخل للدار، شي خارج شي داخل، يعني وكان داكشي يعني سري بيناتهم قبل ما تكتشف في الاخير ان السيد يعني كيتاخذ تجاره المخدرات يعني كتجاره من اجل كسب الاموال. وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي خلاها انها تنتقم من الزوج ديالها واتخذت القرار على اساس انها طلق منه. وفعلا السيده كانت خايفه على راسها وبغات تهرب بولدها، كان عندهم واحد الوليد يعني، وحاولت انها تهرب بولدها يعني، وبالتالي تعيش حياه هانيه بعيده من هاد المشاكل. وحتى الدار ديالو اللي كان ديما كما ذكرت اخواني اخواتي ديما عامره وكل شيء داخل خارج. وهنا فين خلق يعني كانت واحد الشبهه كبيره يعني بخصوص هذوك الناس. وحتى الكاميرا والشرطه القضائيه اللي حلت بالمنزل يعني خداو وقاموا بتفريغ الكاميرا يعني، وللاكيد غيكتشفوا يعني بعض المتهمين في هذه القضيه. فبعض المعلومات اخواني اخواتي اللي تم الكشف عليها انه شهر قبل ما يصفيوها للزوج ديال ريم فكري كانت خاصم معهم في واحد الملهى ليلي كذلك، وهم نفسهم اللي متورطين في القتل. وريم قالت يعني انها ما تخطفش، ربما لانها ما بغاش انها يقوموا بالاشهار يعني يتشهروا بها، يعني يقولوا ان الزوج ديالها السابق يعني ربما انه عنده علاقه بالتجاره، وهي بغات تخلي داك الشيء مستور حتى يعني يتم يعني يعرفوا الحقيقه ديال هذا الاختطاف. وهذا الشيء كامل اخوان اخواتي راه الكاميرا بينات كل شيء بخصوص هذا الاختطاف، راه عرفوا بانه هي كانت على علم، خصوصا وانها دائما كانت خاصمه معاه ودائما كانت العلاقه متوتره بيناتهم. فعلى اي اساس اخواني اخواتي انه هذه العصابه يعني اتخذوا هذا القرار ديال التصفيه على اساس انهم بغاو يحجزوا على جميع هذيك الممتلكات اخواني اخواتي. فالمرحوم الزوج ديال ريم فكري اللي كان مدان بواحد مبالغ مالية لدى العصابة لتجارة المخدرات، بمعنى أنه كان مسلفهم مبالغ مالية. وبالتالي يعني بعد مدة يعني دازت يعني ربما سنتين أو ثلاث سنوات وما ردوش له هذيك الأموال. وهنا فين وقع الصدام بين هذه العصابة، خصوصا
وأن العلاقة توترات في الآونة الأخيرة. فهنا الزوجة اللي اكتشفت الحقيقة ديال هاد الزوج ديالها، خصو أنه ما جا يعني ما عطاهاش الحقيقة منين كيجيب هادوك فلوس، وما هي التجارة اللي كيقوم بها. فهي كانت ظنة منه أنه عنده تجارة عادية كيكسب أموال من الحلال، وهادشي اللي خلى العلاقة ديالو كذلك توتر مع هاد السيدة. فريم فكري اللي كانت تخطط القرار ديال الطلاق، وفعلا السيدة كانت خايفة على راسها وبغات تهرب ولدها، خصوصا أنهم عندهم واحد الوليين، ومبقاتش يعني مبقاش حاملة ديك العيشة بيناتهم، مبقاتش يعني كانت كارهاه بسبب أنه كان خازن عليها مجموعة من الأشياء، واللي صدماتها فعلا على غرار أنها يعني السيدة يعني كتشتغل في مجال الفن، راه مغنية ومعروفة يعني على الصعيد يعني الوطني وكذلك العالمي. فهادشي اللي خلاها أنها تاخذ القرار، خصو أنها ما بغاش يعني يكشوها على أساس أن رجلها كينتمي واحد العصابة مافيوزية، تجارة المخدرات، وزيد وزيد، وهذاك الشيء الأملاك كلها يعني ربما اعتبر داك الشيء يعني من أموال الحرام. فهنا في اتخذت القرار أنها ما تبقاش عايشة معاه. فكذلك الدار اللي كانت ساكنة فيها هي والزوج ديالها المرحوم كان ديما عامرة، كل شيء داخل خارج، كل شيء داخل خارج. وهنا في خلات أنها تشك في أمر ما، وهنا في عرفات الحقيقة ديال هذا الزوج. فبعض المعلومات إخواني أخواتي اللي تم الكشف عليها، أنه شهر قبل ما يصفيوها المرحوم الزوج يعني ريم فكري كانت خاصم معهم في واحد الملهى ليلي، وهذه الأخبار اللي كانت متداولة مؤخرا، وهم نفسهم هم المتورطين في التصفية ديال هذا الزوج ديال ريم. وقالت انه في واحد الحوار يعني لقاء صحفي قالت انه ما تخطفش، ربما لانها ما بغاش يشهروا بها الاعلام، خصوصا راكم عارفين انه اي وحده يعني راه ما ترضاش على اساس ان الزوج ديالها يعني كيقوم بتجاره المخدرات. وهادشي عادي، كل المشاهير يعني كيخفيوا هاد الاخبار. فكيف موقع لطيفه رأفت ملي تفجرت القضية ديال إسكوبار الصحراء، ونكرات كلشي ملي استجوبوها البوليس، وقالت انها يعني ما كاين حتى شي حاجه من هذا القبيل، يعني ما عندي حتى شي علاقه، قبل ما يتم يعني فضح الحقيقه وعرفوا كلشي، الناس عرفوا على اساس هي كانت عارفه يعني ان الزوج ديالها إسكوبار الصحراء يعني عنده علاقه بتجاره المخدرات. فهنا كيف موقع ريم فكري وقع يعني الفنانه ديالنا لطيفه رأفت. على اي العائلة ديال المرحوم يعني الزوج المرحوم يعني دائما كيشكوا في هاد المغنية هادرين، كيشكوا فيها خصوصا عندهم أدلة قاطعة بخصوص التورط ديالها في العديد من المناسبات في محاولة يعني تحريض من أجل تصفية ديال الزوج ديالها. وهادشي اللي خلى أن المصالح الأمنية يتم استجوابها واستدعائها للمرة الثانية بخصوص هذه الاتهامات، تحاول أنها تدافع راسها وتدير شي محامي بخصوص، لأن هذا شيء خطير وخطير جدا. فكل شيء كيتكلم على هذه السيدة، كل شيء كيقول أنها متورطة وأنها عندها يد وأنها يعني يزيد ويزيد. فبين قوسين متهم بريء حتى تثبت الإدانة ديالو. فصراحة يعني حنا عندنا ثقة في القضاء ديالنا اللي غيقول الكلمة ديالو، وفعلا الأيام القليلة القادمة غنعرفوا الحقيقة ديال مقتل الزوج ريم فكري، خصوصا وأن الطلاق كان قبل يعني قبل ما يتم التصفية ديالو بهذه الطريقة. فكما شفتوا الأب ديالو اللي كان خرج يعني والحسره والسيد يعني كانه فقد واحد الشخص ربما كان اكثر من عزيز عليه، ربما انه كان تتعامل معاه يعني باحترام، السيد يعني كان مهلي فيه مهلي في والديه يعني ما الى ذلك، السيد كان اعتبره انه مربي احسن تربيه، ولكن الشكوك اللي كان دائما تحوم
ودائما هاد العائله كيوضعوا اصابع الاتهام لهاد الزوجه، والاكيد ان الاعتقال غيكون في الايام القليله القادمه. وريم راه صراحه حتى هي غتحاول تدافع على راسها بكل الوثائق وبكل الادله. فاذا كانت الكاميرا المراقبه يعني فعلا كشفات عمليه السرقه، فاحنا تنقولوا انه ما بين الزوج والزوجه راه ما كايناش السرقه اخواني اخواتي، ما كيكون مشاكل ما بين الزوج، يعني الزوجه تقدر تهز كل شيء يعني، وبالتالي يعني ما تقدرش تهمها على اساس انها خونات او لا بالسرقه. وهذا الشيء يعني معروف في الاعراف والقوانين ديال الازواج، هذا ماشي غير في المغرب ولكن جميع الدول يعني العالم، يعني العالم كامل، فما غتكونش هناك السرقه الا المنزل او الفيلا اللي عندهم، يعني هي خصها تكون بوثائق رسميه حتى تثبت يعني تكون بالاسم ديالها، يعني الفيلا ما يمكنش انها تسرقها على اي. اخواني اخواتي، في ظل هذه التطورات يعني المفاجئه بخصوص مقتل الزوج ريم، فسلطات الامنيه راه مازال يعني كتحقق مع مجموعه من الاشخاص المتورطين والمشابه فيهم، خصوصا ان الكاميرا اللي كانت يعني في الفيلا ديال هاد الثنائي الزوج ديال ريم فكري، والصور كلها يعني اللي التقطت، وفعلا راهي لدى المصالح الامنيه.